مرحبا. اليوم مشوار على السريع حلقة رح تكون كتير مميزة لأنه ضيفتنا هي صانعة المحتوى مينا الشيخلي. تعودنا عليها بالميك اب توتوريالز بس اليوم رح تعملنا ميك اب العيد. خلينا نشوف شو رح تعمل. أهلين يا حلوين وكل عام وانتم بألف خير. كلش حابة وياكم أحتفل بالعيد وأسوي مكياج العيد. طبعا رح أراويكم الطريقة اللي أنا أسوي بها المكياج مالتي. أول شي رح أبلش به هو الترتيب، نرتب البشرة. هسه يا حلوين نجي على فقرة ترطيب اللي تحت الأنف. طبعاً تقدرون تستخدمون المرطب اللي أنتوا تحبوه، أكو ناس يحبون جل بيس، أكو ناس يحبوا كريمي، وهاي الطريقة اللي ترطبون بيها. خلصنا العين والهاي، بعد على مود يثبت المكياج يا جبل ما يهزك ريح تحطون البرايمر. وبمناسبة أنه أنا أصلاً عندي مسامات هنا، فدائماً أستخدم برايمر يخفي لي المسامات ويسوي لي هذا البلر او سموث، تحسوه كلها طبقه واحده. راح احط اللي هو للمسامات، فانا دائما عندي هنا المسامات فاركز على المنطقه اللي بيها مسامات. فقره الفاونديشن والكونسيلر، وشنو هي الطريقه انك انت تحطين المكياج مالتك؟ هل احط الفاونديشن قبل، لو احط الاي شادو قبل؟ فلان اول شيء عندنا جلوب السعاده هنا فلازم نخفيه، فرشه واجيب الكونسيلر واحط على هالخطايا المسكينه. والمكانات اللي عندي بيها مثلا، شوفوا هنا عندي شويه لون مختلف همينه قبل ما احط اي فاونديشن او اي شيء. دائما امكس فاونديشنين واحط شويه. هسه راح استخدم البيوتي بلندر على مود بس امسقل، اخاف الفرشه انطت اثر او ستروكس على بشرتي. بس أقول لكم لعبتي الصح، هاي كوش أحب الكونسيلر والكونسيلر أحب أتفنن به. فش أسوي؟ أستخدم كونسيلرين، ثلاث كونسيلرات بكيفي حسب المزاج. هسا بنفس الكونسيلر اللي استخدمته اللي غطيت شوية به الحباية، رح أجي نفس البيوتي بلندر، طبعا ولا شوية لون أفتح عم أسوي إضاءة وأوزعه بهالطريقة. نيجي هسه على الفقره اللي انا كلش احب اسويها اللي هي الكريمي بلاش. راح اراويكم شلون اسوي. اجيب فلافي برش هيجي شويه كريمي بلاش. بعدنا ما خلصين، نرجع بنفس البلندر اللي بيها شويه كونسيلر، ارجع اطبطب لوس باودر. اي لاف لوس باودر. نبلش بالايشادو، راح نسوي الوان برونزيه، وبعدين ورا البيس راح استخدم فتشي اللي هو بيه لمعه او الشمر. سو بعد ما حطينا هذا اللون اوكي، راح اجيب فلافي برش قبل ما احط بها اي ايشادو اي شيء، راح بس اوزع. بعدين اخذ لون ترابي نجي على الستيب اللي هي مكمله، راح اخذ هم نفس اللون بفرشه اصغر. هسه نجي على الحواجب، اول شيء ابلش بيها انه امشطها. بعد ما امشطها اجيب اي قلم حواجب انتو تستخدموه وراح ارسم خط. دائما ابلش بخط نمشط الحواجب. سو يا حلوين انا دائما استخدم مسكارتين اوكي، وكلش احب اسوي ميكس اند ماتش، واستخدم فرشتين، استخدم فلافي برش وبنفس الوقت استخدم اللي هي التويستد برش. بالمسكارة مال فلافي برش. سو يا حلوين هسه اللي راح نسويه، راح نسحب كل الاكسس باودر اللي عندنا. نيجي هسه على الحمرة، بعدين نجي على لون ثاني. دائما اني احب اي لون نود احطه اكسترا بلون، مثلا وردي فاتح او اورنج فاتح او بيتش. سو راح استخدم اليوم بيتشي كولر اوكي، عشان اسوي. وبهاي الطريقه نكون خلصنا المكياج. انا هذا الميك اب اللي ممكن احطه على العيد. ما اعرف انتم شنو الافكار اللي عندكم او شنو الاشياء اللي تحبون تسووها للعيد، اكيد شاركونا. وكلش فرحانه وسعيده انه شاركتكم بالخطوات، اتمنى ان استفاديتوا او تعلمتوا اشياء جديده. احبكم واموت عليكم، وكل عام وانتم بالف خير وينعاد عليكم يا ربي بالصحه والسلامه.